فاز القائم ونجى المخلص. فاز القائم ونجى المخلص. يا ربنا فاعتق من النار العبيد وامحو الذنوب فإنك الرب المجيد. يا ربنا فاعتق من النار العبيد وامحو الذنوب فإنك رب المجيد. يا ربنا يا ربنا ربح الصائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. جعلنا الله عز وجل من أهل هذا الشهر، وتكرم علينا بأن نكون من خيرهم، ووفقنا لليلة القدر وجوائز يوم العيد، ولا فرق الله تعالى بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا في الدارين، وجعلنا ممن يقوم بواجب المودة في القربى خصوصا تجاه إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. في استقبال هلال شهر رمضان أورد الشيخ الطوسي عليه الرحمة في مصباح المتهجد جملة من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أمير المؤمنين عليه السلام، وعن غيره من الأئمة، خصوصا الإمام السجاد سلام الله عليهم أجمعين. من المفيد لنا أن لا نكتفي بقراءة هذه الأدعية أو بعضها عندما ننظر إلى الهلال. من المفيد جدا لنا أن نتأمل المضامين التي ركز عليها المعصوم، ونحاول أن نعرف من خلالها الهدف الذي ينبغي أن يركز عليه المؤمن في شهر رمضان. سأذكر في البداية بعض هذه الأدعية. قال الشيخ الطوسي: فصل فيما يستحب فعله في أول ليلة من شهر رمضان. ثم قال قبل أن يبدأ بالأدعية، تكلم حول الرؤية فقال: المعروف المعول في معرفة شهر رمضان على الرؤية، فإذا رأى الإنسان الهلال أو قامت برؤيته بينة عادلة. بين قوسين الإشارة فقط، الذين يعتمدون على أقوال الفلكيين الكفار. الأمر ينبغي الوقوف عنده، حكاية أنه أفاد العلم، لأنه الروايات تتكلم عن رؤية ضمن شروط. وجب عليه الصوم من الغد، ومتى رأى الهلال
استحب له أن يقول ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة، المجللة يعني السابغة يعني الواسعة، والرزق الواسع ودفع الأسقام. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه. اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه، لكي نواجه المشكلة التي نصاب بها عادة. أنه الشخص أول إقبال شهر رمضان يوم يومين ثلاثة بيظل يشعر أنه في شيء جديد، في وضع جديد بده يهتم فيه، بيسمع بعض خصوصيات مثلا خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان بيهتم، لكن بعد فترة بيرجع إلى ما كان عليه، وبالفترة اللي بيكون عم يهتم بعده بيكون مشغول بالأمور اللي كان مشغول فيها قبل شهر رمضان. المهم أن نفكر أن هذه المضامين تريد أن توجهنا نحو أهداف معينة. مر معنا الأمن والإيمان، السلامة والإسلام، العافية المجللة والمجللة، والرزق الواسع ودفع الأسقام، ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه. يضيف الشيخ الطوسي: وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أهل هلال شهر رمضان أقبل إلى القبلة وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه. نفس الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدون عبارة والرزق الواسع ودفع الأسقام، لأن العافية المجللة تشمل ذلك. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل، يعني تأكيد على أهمية أن يقول الإنسان هذا الدعاء إذا رأى الهلال: اللهم إني أسألك خير هذا الشهر ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه، أسألك خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى. ثم أورد الشيخ الطوسي دعاء الإمام السجاد عليه السلام، وهو دعاء طويل، أذكر بعض الفقرات القصيرة منه التي تلتقي مع المحاور المتقدمة في الأدعية التي مرت. يقول الشيخ الطوسي: دعاء علي بن الحسين عليهما السلام إذا نظر إلى الهلال، أوله: أيها الخلق المطيع الدائب السريع، إلى أن يقول سلام الله عليه: جعلك الله هلال بركة لا تمحقها الأيام، وطهارة لا تدنسها الآثام، هلال أمنة من الآفات وسلامة من السيئات، هلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان، إلى آخر الدعاء. ومن جملة الفقرات المتبقية: اللهم اجعلنا من أرضى من طلع عليه وأزكى من نظر إليه، يعني الهلال، وأسعد من تعبد لك فيه. هذه الأدعية تتضمن محاور. المحور الأول الأمن والإيمان، السلامة. المحور الثاني السلامة والإسلام. المحور الثالث العافية المجللة. المحور الرابع الصيام والقيام. المحور الخامس تلاوة القرآن. طبعا هناك محاور أخرى، لكن هذه أبرز المحاور التي مرت معنا. حديث الليلة بحوله تعالى حول المحور الأول الأمن والإيمان.
وسيتضح أن معنى فقرة اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان هو بمعنى اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم جنبنا المعاصي لنأمن، لأنه لا أمان ولا أمن ولا إيمان مع المعاصي. الأمن والأمان بمعنى واحد، لكن الفرق بينهما أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الأمن كأنه مؤقت وقد لا يدوم، لكن الأمان لا، في معنى الاستمرار. الأمن ينقسم إلى أقسام متعددة، 4 أقسام، وكل قسم منها ينقسم إلى قسمين. عندنا أمن الجسد القسم الأول، وأمن الروح القسم الثاني، القسم الثالث الأمن الفردي، والقسم الرابع الأمن المجتمعي، الأمن الجماعي. كل من هذه الأقسام ينقسم إلى قسمين: ما يطلبه الشخص لنفسه من الأمان، وما ينبغي أن يحققه لغيره من الأمان. وهذه الأمور تشمل كل مسائل الدنيا ظاهرة والباطن. يعني إذا مر الآن شخص على الجسر ومشغل هالموتوسيكل بطريقة بيطلع الصوت بيؤذي الآخرين، إذا عم يعتدي على أمن الناس، عدوان على الأمن. هذا بالنسبة للأمن والأمان وأقسام الأمن. ثانيا الأمن والإيمان محور واحد، الأمن هو الإيمان والإيمان هو الأمن، بالنتيجة محور حقيقة واحدة. نجد العلاقة واضحة جدا بين الأمن والإيمان فيما حكاه الله تعالى من قول النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، وما جاء بعده مباشرة: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، إلى قوله: وقد هداني ولا أخاف. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به، إلى قوله: وكيف أخاف ما أشركتم. الكلام عن الأمن، هلأ بيجينا بالنتيجة بعد الحديث عن الخوف كيف هو الأمن. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلما أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم أهله علينا بالأمن، أهله علينا بالطاعة، بالتقوى، بالورع، بترك المعاصي، لنحقق أمن الباطن عليكم السلام، وأمن الظاهر نأمن، ف
فنكون من المؤمنين. الأمن إذن بحسب الصريح القرآن الكريم هو للمؤمنين، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. خلينا نتذكر هون أقسام الأمن اللي مرت: أمن الظاهر، أمن الباطن، الفردي، الاجتماعي. وكل قسم من الأقسام ما يحتاجه الشخص ويطلبه لنفسه وما ينبغي أن يحققه لغيره. الأمن إذن للمؤمنين. السؤال: من هم المؤمنون؟ وهنا تسكب العبارات. هناك ظاهرة استسهال للمفاهيم، استسهال أن واحدنا بيبني على حاله أنا مؤمن، بصير يقرأ القرآن الكريم كل أي إلى علاقة بالمؤمنين، يعني شغلتنا، خاصاتنا، بتعنيني، إلى علاقة بالمنافقين أو لغيرنا ما خصنا، إلى علاقة بالمشركين ما خصنا. استسهال وتموضع بحيث لا يمكنه أن يفهم حقائق الآيات وحقائق الأشياء. الإيمان يتلازم في القرآن الكريم مع وجل القلب عند ذكر الله. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا بين قوسين إشارة صغيرة لقلبي قبل أن يكون إشارة لقلبك، إذا شاف وجد الإنسان منا نفسه أنه يتحرك قلبه عندما يحتمل خسارة مادية مثلا، أو إذا أحس أنه سيأتيه مبلغ من المال، القلب بيتحرك. بينما الله بسم الله أعوذ بالله إنا لله ولا شيء. لا تتلازم هذه الألفاظ، اسم الله عز وجل لا يتلازم مع أي حركة في القلب، وكأن القلب مش هون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وتحبون المال حبا جما، والمطلوب أنه نوصل لحب الله عز وجل، الحب الذي ليس مثله حب. فإذا في علاقة بين حديث عن وجل القلب عند ذكر الله عز وجل وبين الإنفاق. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يتلازم الإيمان إذن مع الوجل. ما هو الوجل؟ الوجل باختصار بعد ملاحظة كتب اللغة هو خوف مخفف، خوف على السريع الآدمي، شيء من مسحة من الاضطراب. ويتلازم الإيمان أيضا مع الخوف، مش بس مع الوجل، لكن أي خوف؟ الخوف من المحبوب، مش الخوف من المكروه والعياذ بالله، الخوف من المحبوب. يعني مثلا اثنين متعلقين بعضهم تماما، بحبوا بعضهم، ويخاف أحدهما الآخر على أمر، هذا خوف من المحبوب، خوف محبب، هذا يحمل على الالتزام، على الدقة في التصرف. بينما الخوف من المكروه يحمل على التملص. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا المؤمن لابد وأن يخاف من الله عز وجل، لكن طبيعة هذا الخوف كما قلت الخوف من المحبوب. يتحدث الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك فيقول: إني لأرجو النجاة
لمن عرف حقنا من هذه الأمة إلا لأحد ثلاث: صاحب سلطان جائر، وصاحب هوى، يعني شغلته الأمور المحرمة، اتباع الأهواء، الانحلال، صاحب هوى، والفاسق المعلن. ثم تلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال للراوي: يا حفص، الحب أفضل من الخوف. ثم قال: والله ما أحب من أحب الدنيا ووالى غيرنا، ومن عرف حقنا وأحبنا فقد أحب الله. والله ما أحب الله من أحب الدنيا ووالى غيرنا، ومن عرف حقنا وأحبنا فقد أحب الله تبارك وتعالى. إذن الحب أفضل من الخوف. شو معنى هذا؟ معنى هذا أن المؤمن محب يعتريه الوجل ويعتريه الخوف من منطلق الحب. هنا أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال سلام الله عليه: إن الناس يعبدون الله تعالى على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه، فتلك عبادة العبيد، عبادة الحرصاء، فتلك عبادة الحرصاء، يعني الحريصين، يعني أصحاب الحرص، بمعنى أنه بيحرص على الدنيا، بيحرص على المال، بيحرص على الجاه، الحرص على الأمور الحرام. وهو الطمع، طمعين، طمعين طبعا، طمع بالدين ممدوح، لكن طمع بالدنيا. وآخرون يعبدون فرقا، يعبدون فرقا من النار، فتلك عبادة العبيد، وهي الرهبة. ولكني أعبده، يقول الإمام الصادق عليه السلام، حبا له، فتلك عبادة الكرام، وهو الأمن، لقوله تعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون. مسك الختام وخير ظل وريف، شهر الهدى فيه المعارف تحتفي، طاب اللقاء لكل أواب وافي، يا أجمل الأيام دوما شرفي. شهر الهدى، شهر الهدى، شهر الهدى فيه المعارف تحتفي، شهر الهدى فيه المعارف تحتفي.